هل يجوز المشي بالنعال في المقابر؟ ورد ما يدل على كراهة ذلك. جاء في حديث لا بأس به أن رأى رجلا يمشي في المقابر بالنعلين فقال ألقي من عليه ستين يعني نعلين. المقصود أن النعلين في المقابر يكره المشي فيهما إلا من حاجة، لأن الرسول أمر من رآه يمشي بالنعلين أن يلقيهما. قال العلماء لأن في هذا نوعا من الإهانة بأن يمشي بالنعلين بينهما بين القبور أو لحكمة الله أعلم بها، والحديث فيه كلام، لكن الصواب لا بأس به. فالأولى أن لا يمشي بالنعلين إلا من حاجة، إذا كان حارة أو فيها شوك لا بأس، أما إذا كان ما في علة فالأولى أن لا يمشي بالنعال. وقال بعضها لا بأس يمشي بالنعال، لأن جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسمع قرع نعالهم إذا صرفوا. قالوا فدل على أنه لا بأس بالمشي بالنعال. والجواب أن هذا لا يدل على المشي بالنعال في المقبرة، لأن شفافهم يكون خارج المقبرة، فلا يكون بين هذا وهذا اختلاف. فالأولى والأفضل أن لا يمشي بالنعال في القبور إلا من حاجة، كبرد شدة برد الأرض، شدة حرارتها، أن يكون فيها شوك يلبس. أما إذا كان سليمة فالأولى يمشي حافيا، هذا هو الأولى والأحوال.